عشان نفهم اكتر عن مشروع الصوب الزراعيه في الدقهليه. معانا على التليفون دكتور طارق صلاح، وكيل وزاره الزراعه بالمحافظه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، على حضرات المشاهدين، الساده المشاهدين، واخواننا المزارعين في الجمهوريه. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه بنتكلم عن ان هذه المحافظه، محافظه الدقهليه، بتتصدر المحافظات الاكثر زراعه بالصوب الزراعيه. احنا خطتنا ماشيه ازاي؟ بدانا امتى عشان نوصل لان يكون عندنا في المحافظه 31,000 صوبه زراعيه؟ الحقيقه محافظه الدقهليه من ولايات المحافظات على مستوى الجمهوريه اللي بينتشر فيها زراعه الصوب. زي ما حضرتك تفضلت انه عدد الصوب المنتشر الوقت في ربوع المحافظه تصل الى 31,000 صوبه زراعيه في كافه المراكز. اكثر المراكز كانت انتشارا الحقيقه مركز بلقاس، وده كان بيزيد على 15,000 صوبه زراعيه لوحده. هي بعض القرى اصبحت متخصصه في الزراعه في الصوب، وبقى فيها الفلاحين بتوعنا بقوا على درايه كامله في طريقه الزراعه في الصوب، وتكونت وتشكلت خبرات كافيه للزراعه في الصوب. قريه زي قريه الجزائر في مركز بلقاس وصل عدد الصوب فيها ل 3690 صوبه في قريه الجزائر. قرية مجاورة لها زي قرية منشيد شومان 2700 صوبة. أصبح عندي قرى متخصصة في الزراعة في الصوب على مستوى المحافظة. الحقيقة بدأنا إمتى دي؟ زي ما سعادتك تعلم والجميع يعلم إنه مجرد ما أطلق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة اللي كانت بتهدف إلى تحقيق مستوى معيشي أفضل لسكاننا الموجودين في الريف المصري. كافة الوزارات والهيئات الحقيقة كلها كانت بدأت العمل لتحقيق هذه الأهداف، ووزارة الزراعة كان لها دور تفاعلي وجاد من خلال وضع استراتيجية كانت بتهدف لتحقيق تنمية ريفية شاملة ورفع مستوى معيشي لإخواننا الفلاحين والمقيمين في الريف، واللي كانت بتعتمد الحقيقه من ضمن الاسس بتاعتها على التوسع في زراعه الصوب. طيب يا فندم، خلينا برضو نعرف من حضرتك، يعني هل بيبقى في شروط معينه لاختيار الاماكن اللي بيتم على اساسها الزراعه بالصوب الزراعيه، وايه الفرق ما بين الزراعه العاديه وزراعه الصوب؟ في فروق كبيره جدا بالنسبه لزراعه الصوب عن الزراعه العاديه، وحققتها الزراعه الصوب وحققت اهداف المرجوه من الزراعه بالنسبه لتعظيم الاستفاده من وحده المساحه ووحده الميه بالصوره القصوى. فمثلا انا بجد عندي صوبه زراعيه مساحتها لا تتجاوز 2 ايراد، يوصل الانتاجيه بتاعتها ل 6 طن من محاصيل الخضار، ودي بتوصل ل 3 او 4 اضعاف الانتاجيه العاديه في حاله الارض المكشوفه. دي استفاده كبيره جدا من وحده المساحه، اضافه الى انه زي ما هو معروف ان الصوب بتقوم على نظم من الري اللي هي الري المطور، ري بالتنظيف، وده بيؤدي الى توفير كميات كبيره من الميه عنها بالنسبه للاراضي المكشوفه اللي بيتم زراعتها بالغمر. الحقيقه ان الاضعاف الانتاجيه الثلاث اربع اضعاف عن الارض المكشوفه دي بتحقق عوائد اقتصاديه كبيره جدا للمزارعين، وده كان الهدف الطبيعي من التوسع في انتاج الصوب. الانتاجيه الغزيره اللي بتحصل دي بتعود بالنفع على اخواننا المزارعين. مش كده وبس، لا، هي كمان بتوفر فرص عمل للشباب والمراه برضه الريفيه، لانه الصوبه الواحده بتحتاج لعامل للخدمه وحوالي 2 عامل كمان للقطف والجني بالنسبه للمحصول. انه عمليه القطف او الجني تستمر الحقيقه بصوره يوميه ولمده تتجاوز من 2 لـ 3 شهور، فدي برضه بتضيف لي ميزه كبيره جدا عن ميزه الارض المكشوفه او ان ازرع في حقول مكشوفه. طبعا الصوب هذا الانتاج كان له فضل في ان انا بحافظ على استقرار الاسواق بتاعتي، ضخ كميات من الاحتياجات الغذائيه والاحتياجات السوقيه للمواطنين طول العام. زي ايه يا فندم؟ احنا زارعين ايه في الصوب؟ الو يا دكتور. ايوه يا فندم، بقول لحضرتك ايه ابرز الزراعات الموجوده في هذا الصوب؟ عندي الفلفل الاخضر، الفلفل الالوان، الخيار، الطماطم، كافه محاصيل الخضار الحقيقه متواجده وبنسب متفاوته، اكثرها الخيار الحقيقه.
طيب هل بنصدر منها ولا كلها الاستهلاك المحلي؟ فيها جزء بيطلع تصدير وجزء انتاج محلي بالطبع. طب يا فندم احنا حاليا المحافظه بتنتج حوالي 10% من اجمالي الانتاج المحلي الزراعي لمصر، وده بكل تاكيد رقم كبير جدا، بس خلينا نعرف من حضرتك ايه الزراعات اللي حققت اكتفاء ذاتي في المحافظه وبيتم توريدها لباقي المحافظات الاخرى او حتى للتصدير. كافه محاصيل الخضر الحقيقه محافظه الدقهليه بتوصل لاكتفاء الذاتي، و بتصدر المحافظات المجاورة أو سواء للتصدير الخارجي. بالنسبة برضو للمحاصيل الحقلية كمان الدهلية لها صدارة في المحاصيل الحقلية الحقيقة، أهمها محصول الرز. طبعا احنا عندنا ما يزيد على 404 ألف فدان رز هذا العام. الدهلية لا تستهلك نص هذه المساحة أو ربع هذه المساحة بالنسبة لاستهلاك الرز فيها، والباقي كله بيتصدر للمحافظات المجاورة، حتى على مستوى المحاصيل الحقليه الاخرى سواء حتى الشتويه زي محصول بنجر السكر نفس الوضع، سواء محاصيل حقليه او محاصيل الخضر الحقيقه اللي تعتمد عليها السوق، اللي وصلت الدقهليه فيها الحقيقه لحوالي 40% من اجمالي السوق على مستوى الجمهوريه. جميل. طيب سؤال واعذرني فيه لان انا حابب افهم اكتر، معروف ان الرز من المحاصيل الزراعيه اللي بتستهلك ميه كتير جدا، هل من خلال التطور التكنولوجي اللي حاصل هل من الممكن احنا نستنبط اصناف جديده من رز تكون اقل استهلاكا للمياه، او حتى انه يتم زراعه الرز من خلال هذه الصوب ولا لا؟ هل ينفع ولا لا؟ لا، هو زراعه الرز في الصوب دي مش تجربه يعني ان احنا نشتغل عليها سواء كبحث علمي او كتنفيذي في وزاره الزراعه، ما فيش حاجه زي كده، لكن انا اقدر اقول لك انه من خلال البرامج اللي معموله بالنسبه لمركز البحوث الزراعيه وبالنسبه لوزاره الزراعه، فان انا اقلل فتره محصول الارز في الارض واقلل عدد فترات الريات من خلال استنباط الاصناف الجديده اللي توصل ل 90 يوم النهارده. تقريبا الاستهلاك بتاع الماء، الاستهلاك المائي لها تقريبا نص الاصناف القديمه. ده اللي انا بعتمد عليه اعتماد كلي في الفترات القادمة إن شاء الله، ومن خلال البرامج البحثية والخطط البحثية إن شاء الله. طيب يا فندم ماذا عن الخطط التوسعية؟ في رؤية توسعية؟ بالنسبة للصوب احنا مستمرين في العمل وعندنا خطط توسعية، وما يقدمه إخواننا المرشدين الزراعيين للمزارعين، اللي بحب استغل المناسبه دي واقول لهم كل سنه وهم طيبين بمناسبه قدوم عيد الفلاح على الابواب يوم 9/9 ان شاء الله. كل سنه وفلاحينا المصريين بخير. طبعا كل سنه هم طيبين. المرشدين حاضرين باستمرار، وخصوصا في مراحل التجارب الاولى، في وضع المقاسات المناسبه للصوبه، في سرعه استصدار التراخيص بالنسبه للصوبه، في تقديم الدعم الفني لإخواننا المزارعين المنتجين في الصوبة خصوصا في المراحل الأولى، المعاملات الزراعية المثلى توقيتاتها، العلاجات المطلوبة. عظيم جدا. المستمر كل ده توابط بصورة مباشرة بالنسبة له. ده كويس جدا يا دكتور طارق، لأنه مهم، لأنه محتاجين نتوسع أكتر زي ما حضرتك قلت في زراعة الصوب، لأن ده بيعود في النهاية بالنفع على المزارع نفسه، لأن زي ما حضرتك قلت أن الإنتاجية بتزيد في نفس المساحة عن الأرض العادية بثلاث أو أربع أضعاف. بنشكرك شكرا جزيلا الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية.